إلى روسيا التي لم تكن بعيدة على مدار أيام التصعيد الجارية هذه، وإن كانت ربما بفلسفة أو بطريقة تعامل مختلفة تابعنا جانبا منها وفق البيانات الرسمية المعلنة من جانب وزارة الخارجية أو من خلال حتى المؤتمر الصحفي الذي تابعناه بالأمس بين الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط الذي حل ضيفا على وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في زيارة كانت مجدولة بالأساس كما فهمنا، لكنها خصصت في جوانبها العظمى للحديث عن التصعيد الجاري، وكان هناك قدر من تثمين الموقف الروسي الذي وصفه الأمين العام للجامعة العربية بالموقف المتوازن. الكريملين قال إن روسيا لديها علاقات تاريخية طويلة الأمد مع الفلسطينيين وتواصل الاتصالات في إطار الجهود التي تبذلها، لما قالت إنه لعب دور في السعي لتحقيق السلام. حسين مشيك ينضم إلينا الآن على الهواء مباشرة من موسكو أيضا ليطلعنا على التفاعل الروسي الجاري مع ما يجري من موجة تصعيد قد تكون غير مسبوقة يشهدها قطاع غزة في هذه الأثناء. هل تراهن روسيا بالفعل على إمكانية لعب دور أكثر فعالية حسين؟ نعم أحمد، فقط دعني أبدأ في البداية من تصريحات نائب وزير الخارجية الروسية سيرجي ريبكوف صباح اليوم، حيث أكد ريبكوف على أن الوضع في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا في الأراضي الفلسطينية ذاهب نحو التصعيد، وأن المؤشرات الحالية تشير إلى تصعيد التوتر بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. أيضا أكد ريبكوف على أن بلاده تواصل الاتصالات مع القيادة الفلسطينية وأيضا القيادة الإسرائيلية. إضافة إلى ذلك أحمد، الكريملين أيضا على من جانبه أكد على أن بلاده لديها علاقات طويلة الأمد مع الجانب الفلسطيني. هذا الرد من الكريملين أتى بناء أو أتى بعد تصريحات رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف يوم أمس، حيث أعلن قديروف عن وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني وإلى جانب أيضا القيادة الفلسطينية، بالإضافة أيضا إلى أن قديروف أعلن عن إمكانية إرسال قوات شيشانية وروسية إلى الأراضي الفلسطينية للعب دور قوات حفظ السلام. الكريملين اليوم أكد على أن بلاده تجمعها علاقات طويلة الأمد مع الفلسطينيين، بالإضافة أيضا إلى أن الكريملين وكافة السلطات الروسية تعلن عن ضرورة حل الأزمة وضرورة وقف إطلاق النار والعودة إلى المقررات الدولية وأيضا حل الدولتين وإقامة وأن تكون القدس الشرقية عاصمة لفلسطين. بالنسبة للضغوط التي يمكن أن تلعبها روسيا في حل الأزمة بين فلسطين وإسرائيل، بطبيعة الحال لا يمكن لروسيا وحدها لعب مثل هذا الدور، إنما روسيا بناء على علاقاتها مع الدول العربية ولا سيما مع جمهورية مصر. حسين أنا